أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم السفر والإقامة في بلاد الكفار من أجل تصحيح الوضع المادي؟ إذا كان للتجارة أو لطلب الرزق ولا يجد، ما وجد بلد يعني يطلب فيه الرزق وهو محتاج وجايع، ما وجد بلد إلا عندهم، فيسافر لكن بشرط تمسكه بدينه، بشرط تمسكه بدينه. السفر لطلب الرزق مثل السفر للتجارة، لكن بحيث أنه ما يجد مجال للكسب، ما يجد مجال للكسب إلا هناك. نعم.